بيان وريم وسميرة ونعيم ومحمد وأمهم، الله يعوضنا عوض خير. ناداهم بالاسم واحدا تلو الآخر، لم يرد النداء ولم يجد لشكواه مستجيبا. بأظافر اليد حاول الحفر في الركام يبحث عن قطعة قماش مألوفة أو صوت أمل يئن، لكن دقائق أخرى كانت كفيلة بمعرفته أنه الناجي الوحيد من العائلة التي قضت بصاروخ ضرب عقر الدار. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. دير البلح خسرت في الساعات الأخيرة العشرات من أهلها، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض، فيما انتشالهم ونقلهم للمشافي ثم الدفن مهمة أخذها الشباب على عاتقهم في ظل غياب التواصل مع الدفاع المدني والإسعاف. الناس حالقين مش قادرين نطلعهم فوقيهم بطلعهم كثير. مش قادرين. وين الدفاع المدني؟ وين الدفاع المدني؟ وين الدفاع المدني؟ وين؟ أنا مش قادر. كتلة نار، هكذا وصف أهالي دير البلح الواقعة وسط القطاع القصف الذي باغتهم ليلا، يحاولون لملمة مآسيهم وما تيسر من قوة لوداع من قضوا وعد أيام باتوا يحسبونها بعدد الصواريخ وليس الساعات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.